خدها السوليه، لعبها على طول لحمودي، تمريره على الارض مره ثانيه من حمودي الى قلب الملعب كده، والتمريره وحلوه مش ممكن، يا والجول جوه، جول الهدف الاول، الهدف الافريقي الاول، ناصر ماهر يبدا مشواره التهديفي مع النادي الاهلي في مباراه افريقيه، اول هدف لناصر ماهر مع الفريق الاول للنادي الاهلي. يا ناصر، يا ماهر، ناصر ماهر من جيل ذهبي، جيل المنتخب الاولمبي الحالي وجيل منتخب الشباب السابق اللي لعب 2017 في بطوله افريقيا، يسجل اول اهدافه الافريقيه. اول هدف لناصر ماهر مع الفريق الاول للنادي الاهلي هو هدف افريقي. يا على الكوره، يا على الكوره، بص بص يا جماعه ندفد، بصوا المجهود اللي عمله ندفد، بص الكوره حطها ازاي، يا ولد يا ولد يا ندفد، حقيقه مستوى عالي قوي بيعمله. بص الثرو باص اولا من ناصر ماهر، والكره الثانيه من ندفد ترتد من القايم، عشان نصيبك، عشان نصيبك يصيبك يا ناصر يا ماهر، ترتد الكره من القايم لناصر ماهر اللي كاد انه يسجل في اول مباراه لعبها للنادي الاهلي.